ما هو التعزير؟ فكثيرا ما أسمع هذه الكلمة وأجهل معناها. تعزير هو التأديب، نعم، لغة التأديب، وشرعا هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. هو التأديب على كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، ولا كفارة، يعني باجتهاد القاضي. باجتهاد القاضي، نعم، يعزر هذا العاصي أو هذا المذنب حسب ما يراه كافيا، من مثلا الزجر والتعنيف والكلام، أو من الضرب، أو من السجن مثلا، أو غير ذلك مما يراه القاضي رادعا عن هذه المعصية.